السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين ومتابعين، وأهلا وسهلا بكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. عاجل نقل أيزنهاور إلى ألمانيا وتأجيل نشر روزفلت في البحر الأحمر، وإلى التفاصيل. كشفت وزارة التفاعل الأمريكية اليوم الاثنين وجهة حاملة الطائرات الأمريكية أيزنهاور، وذلك بالتزامن مع استكمال سحبها من البحر الأحمر. وأفاد المتحدث باسم الدفاع الأمريكية بات ريدر بأن الأسطول أيزنهاور تتجه حاليا صوب مقر القيادة الأوروبية التي تتخذ من ألمانيا مقرا لها، على أن تواصل بعد فترة رحلة عودتها إلى الولايات المتحدة. ولم يحدد رايدر أسباب بقاء أيزنهاور في ألمانيا، لكن تقارير إعلامية ألمحت إلى حاجتها لصيانة عاجلة قبل عودتها إلى أمريكا. كما كشفت الولايات المتحدة الأمريكية إرجاء نشر حاملة الطائرات الأمريكية روزفلت في البحر الأحمر. ونقلت تقارير إعلامية أمريكية عن مسؤولين في الدفاع الأمريكية قولهم إنه تم تأجيل روزفلت أسبوع آخر. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت الأسبوع الماضي قرارها إرسال روزفلت لتحل بدلاً عن أيزنهاور التي تم سحبها بعد 5 هجمات يمنية ضدها. وأفادت المصادر بأن وزارة الدفاع قررت إخضاع روزفلت لمزيد من التدريبات في المحيطين الهندي والهادي. ومن بين التدريبات التي تجري وفق المصادر صد هجمات جوية وبحرية ومسيرة، وتركز التدريبات على مواجهة زوارق حربية غير مأهولة. وجاء إرجاء نشر روزفلت رغم استكمال عملية سحب أيزنهاور التي تعرضت لسلسلة هجمات في البحر الأحمر. وقرار أمريكا تكثيف التدريبات لمواجهة الزوارق المسيرة يعكس وفق خبراء مخاوف من إمكانية فشلها في سط الهجمات المحتملة، والتي دخلت مؤخرا مسرح العمليات اليمنية في البحر الأحمر. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء. لا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.